برحب بحضراتكم من جديد. الاتحاد في مواجهه غزل محله كابتن وليد. افهم كويس قوي الاتحاد هيعمل ايه النهارده. هينزل ضاغط ومديه الاولى بيسعى للفوز، لكن غزل المحله ازاي النهارده يواجه الاتحاد؟ الاثنين مغيرين طريقه لعبهم. الاثنين كانوا بيلعبوا 4-3-3، النهارده 4-2-3-1. الفكره كلها من وجهه نظري رقم 10 هو اللي هيتحكم في المباراه، لان رقم 10 ده ما بيلعبش اذا كان فوزي الحناوي. أيوة. او باولين فوافي الناحيه الثانيه. اوروك انا عارفه كويس، جبريل اوروك بياخد ناحيه الشمال، احمد الشيخ الناحيه اليمين. على الناحيه الثانيه احمد عادل ميسي ناحيه الشمال، ابراهيم حسن ناحيه اليمين. التكه الفنيه كلها عند فوزي الحناوي وعند باولين فوافي. هيبقوا عاملين ايه النهارده؟ هيقدروا يلعبوا الدور ده حتى لو فوزي بيلعب 8 ناحيه الشمال، بس هيقدر يعمل الدور الهجومي اللي الفرقه عايزاه ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، التوقف ده بيضر بالاتحاد السكندري. باي فرقه كانت واقفه على حيلها قبل قبل التوقف. بس المحله لعب اسوان في الكاس صح، ولعب وقت اضافي ولعب ضربات جزاء، فرجله في الملعب شويه. على لعيبه الاتحاد ان هم يستعيدوا تاني النغمه اللي كانوا شغالين عليها. بتفق معاك جدا. تعالوا نقول التشكيلتين قبل ما نطلع الفاصل. النهارده الاتحاد هيبتدي بالمهدي سليمان في حراسه المرمى، 4 في خط الظهر، هشام صلاح يمين وصبري رحيل شمال، خالد صبحي ومحمد الصالح 2 مساكين، قدامهم 2 مروان عطيه وسليف مورو، وبعدين 3 ابراهيم حسن، فوزي الحناوي واحمد عادل ماسي ومهاجم صريح واوستن اموتو. على الدكه صبحي سليمان، كريستوفر مابولولو، محمود عبد العزيز، سعيد وسيمبوريه، احمد عيد، كريم الديب، عبد الغني محمد، كيفن كزيتو ومصطفى ابراهيم. عنده غيابات برضه مؤثره، خالد الغندور وعبد الله نصيب ومحمد الصباحي واسلام عبد النعيم ومحمود علاء. الناحيه الثانيه الحضري هيبتدي في حراسه المرمى مع غزل المحله، 4 في خط الظهر، محمد جابر ومصطفى العش ومعاذ الحناوي وايهاب سمير، حميد ماو واحمد النادري، وبعدين جابريال اوروك واحمد الشيخ وبولين فوافي وعبده يحيى مهاجم صريح. وعلى الدكه عمرو شعبان والسيد الشبراوي وابراهيم كوني واحمد جمال ومحمد بازوكا، كريم مصطفى وصلاح ريكو وعبد الرحمن اجويرو ومحمد نبيه. وعنده غيابات محمود صابر وخالد الاخميمي، واللقاء النهارده بيديره احمد الغندور، وبيعاونه كل من شهاب راشد، احمد بكر، وحكم رابع محمد العتباني، وخالد الغندور على الفار، ومعاه اسامه السيد.